بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن أنا أول مرة أطلع أتكلم على السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي، وبتكلم بعد حلقة النهاردة على قناة الزمالك زملكاوي، وكنت بتكلم على حالة الطرد اللي اتعرض لها الكابتن محمود علاء في مباراة بيراميدز والزمالك، مباراة الودية اللي كانت في استاد برج العرب، وحصل الطرد. وكنت بتكلم على الطرد في الجملة بتاعتي، ان الطرد بيخلي اللعيبة او الفرقة ما بينقص منها واحد، ما بتبقاش قادرة تكمل المباراة بنفس القوة، وده اللي حصل. وكنت بتكلم ان طرد محمود علاء كان طرد لخطأ، وكنت بقول ان الخطأ ده ممكن يتعوض بعد كده، وكل اللعيبة معرضة ان هي تخطأ، وخصوصا المدافعين او حارس المرمى. بعديها انا قلت ان في اندية كتير قوي، او كلمت ان في وانا بلعب في السبعينات، في اخر السبعينات كنت بتكلم على ان الزمالك، وقعدت مع الحكام او في جلسه مع الحكام اللي هي الجلسه الفنيه او الاجتماع الفني اللي بيبقى حاضره كابتن الفرقه ومراقب المباراه، والاثنين والتلات حكام اللي كان ايامها الحكام، الحكم بيبقى من بلد والاثنين المساعدين كل واحد من بلد اخرى، يعني ما يكونش كلهم من بلد واحد. وكنت بتكلم عليها ان انا بقول ان نادي الزمالك مرة واحدة في السبعينات كنا حصل الموقف ده، الناس بتقول نطرد لعيب ولا ناخد ضرب الجزاء، وانا كنت بقول لا. وفي نادي اخر حصل له نفس الموقف، فالناس ما يعني انا مش بتكلم على، عشان الناس ما تفهمش غلط، ان انا ما بتكلمش على قوة الكرة المصرية أو قيمة الكرة المصرية في الأندية المصرية أو المنتخبات. ما زالت الكرة المصرية في الأندية الكبيرة اللي بتلعب في البطولات الإفريقية، والمنتخب المصري بيلعب في التصفيات الإفريقية وتصفيات كأس العالم، ما زالت الكرة المصرية هي كرة تعتبر هي أسياد القارة في الأداء، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات. فأنا ما كانش المقصود أبدا إن أنا أتكلم، أنا عمري ما اتكلمت على إمكانيات وقدرات وكفاءة الأندية المصرية. الأندية المصرية أندية كبيرة وأندية عظيمة، والمنتخبات طبعا منتخبات عظيمة، ومدربينها كمان مدربين عظام. وأنا من طول عمري ما أخطأت في حد، أو عمري ما تطولت على حد في أي كلمة، لكن لو كان حصل سوء فهم أنا مش قصدي كده خالص. أنا قصدي إن إحنا كل الأندية خدت البطولات بتاعتها بعرقها وشقاها، ووصول مصر لكأس العالم كان عندنا أحسن لعيبة، سواء في التسعينات أو سواء مدربين كمان، أو سواء في كأس العالم 2018، وأيضا منتخب مصر في 2006 2008 2010 ما زالت مصر هي زعيمة الكرة الإفريقية، وإن شاء الله تدوم مصر وتستمر مصر إن شاء الله هي زعيمة الكرة الإفريقية على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات.